مرحبا واهلا وسهلا فيكم بقطب سيتي تشانل على يوتيوب وفيديوز واتس وات. اليوم رح نحكي عن درون، كاميرا، جريب وباكج كامل. خليكن معنا. من اسم الشركة منعرف انهم بروفيشنالز. جو برو تثبت وجودها بمنافسة كتير قوية بين الدرونز، حضرت الكارما. الكارما درون هي طيارة بتختلف عن باقي الطيارات لأنها بداية بتجي باكج مع الكارما جريب والجو برو. أكيد شوفوا هذا الريبورت لتعرفوا ديتيلز أكتر عن جو برو كارما. تتشوف الحياة من الجنة وتطلع لتحت وتكتشف أكتر مما اكتشفت موجود بهالدنيا. هيدا يلي بيختصر مفهوم هالبراند، تصور وترجع بالزمن وتعيش كل لحظة مثل ما عشتها قبل. ولهيدا السبب وجدت كارما. كارما مش بس موجودة بالجو، مش بس ممسوكة بالإيد، مش بس ملبوسة أو معلقة. كارما كل هو. It's a complete system. التطور بصنع كارما كبير، فهي بتتضمن كتير من التفاصيل وبنفس الوقت هي الأسهل للاستخدام. فمن البداية كارما جمعت كل شيء أنت بحاجة إله بشنطة ظهر مصممة بطريقة أنها تتضمن كل شيء بيلزمك لتاخد الصورة بأفضل طريقة. كرمال هيك انتقل الستابلايزر لقدام حتى ما يوقف بوجه أي شيء وما يبين المراوح بالصورة كيف ما كانت كارما عم تتحرك. والأحلى إنه بكل سهولة ممكن تضب كارما وكل أغراضها بالشنطة بكل بساطة. وبأي وقت فيك تشيل الستابلايزر من الدرون وتحطه بالجريب لحتى تصور بدون هزة مع حركة طبيعية. ومن خلال الجريب فيك تتحكم بالكاميرا، فيك تصور، تغير المودز وحتى الحركة اللازمة للتصوير. بأي وقت فيك تعلقها بالشنطة وما رح تحس إنها موجودة. ومع كارما انت كل همك اللقطة كيف رح تكون، والطيران رح يكون مش من الاساسيات لانه من خلال كارما كنترولر يلي شاشتها سوبر برايت تاتش سكرين مع نفس الحركات يلي بتلاقيها بتليفونك رح تتحكم بطيران كارما. تاتش سكرين وكبسة خاصة للاقلاع واوتو ريتيرن هوم ومع فيديو مخصص لتعليم التصوير. مش رح تحتاج لحدا يعلمك كيف تطير كارما. ومع الباسنجر اب اي شخص بيقدر يطير كارما ويتحكم الى حد ما بكل شيء فيها. كارما افضل طريقه لتستعمل جو برو بكل سهوله لتصير بدوره The Ultimate جو برو. مع كارما رح تشوف اشياء ما شفتها قبل وما تعتل هم الطيران، بس ركز على شو عم بتصور. هيدي هي كارما من جو برو، متوفره هلا بقطب سيتي. سو هذا كان كل شيء لليوم. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب، لايك وشير للفيديو اذا حابين تشوفوا فيديوز اكثر من واتس وات. بدي اذكركم اذا بدكم تشوفوا جو برو كارما فيكم تشرفونا بقطب سيتي او تفوتوا على quadcopters.com تتشتروها ووصل لكم على البيت. وانا بشوفكم بالفيديو الجاي. باي.